في القرن التاسع قبل الميلاد كانت جزر العرب غارقة في ويلات الظلم والفساد، وكان الناس يعبدون الدرهم والدينار، ولكل قبيلة صنمها الذي تمجده وتعظمه. وكانت قريش تحتكر كل شيء، الصناعة والتجارة والزراعة والنفط، تملك البر والبحر والسماء لهم فيها النص. أما العبيد فكانوا يدمرون ليل نهار، لا يحكون رؤوسهم، مسلوب الإرادة والحقوق، مما أدى بهم إلى ثورة عارمة أتت على الأخضر واليابس، ثورة جعلت قادة قريش في انشغال دائم. جرد قدر وهر غرور وجدا شريحة لحم فأرادا أن يقسمانها بالسوية مع أسيادهم الكلاب. هراء، كيف لنا أن نعدل بين هر غرور وكلب يتفانى في حراسة قبيلتنا والدود عن ممتلكاتنا. ويحك يا أبا جهل، الدنيا مقرفلة بالخارج وسيد القوم يتفرج على المخيات. ما وراءك يا أبا نهب؟ اقلب التلفاز أيها العبد. اقلب أيها العبد الوضيع. اقلب التلفاز أيها العبد الوضيع. شوف يا أبا جهل، حمز جيدا. هؤلاء عبيدي؟ وهل تظنهم عبيدي أنا؟ تبا لهم. الوي، هل يقصدون بشاكيرا تلك الغانية التي ترقص في نوادينا؟ نعم. هل وصلت بهم الوقاحة والجرأة أن يخدشوا في طهارتها وعفتها؟ عرفنا شاكيرا، ولكن ماذا تعني كميرة يا أبا نهب؟ كيف أشرحها لك؟ الكميرة هي عبارة عن خبزة طويلة تشبه الزروطة. تلك العصي المطاطية التي نمطمط بها عبيدنا الآبقين. نعم. حنزز يا أبا جهل، حنزز جيدا. الويل، لقد تار العبيد إذن، يريدون أن يقندشونني، يريدون أن يجبدونني أنا لهم. إن سياستك العوجاء يا أبا جهل، أقول لك أنقص عليهم من العدس فتقول لي الخزانة فارغة فزد على أمهم. أقول لك يا أبا جهل هناك خصاص في المدارس فتقول لي دك أمهم. أقول لك يا أبا جهل هناك نقص في الأطباء والدواء فتقول لي لا يداوي أمهم. إذا لقد أصبح بيت السطل مثل القب. الآن وقد حصحص الحق، أقول لك اطحن أمهم. هيا أسرع. تبا لك، يا لك من أحمق، الطحن لا يجدي شيئا يا أبا جهل. وماذا أفعل معهم؟ لقد دسروا علي، لقد دسروا يا أبا نهب. كفانا من القتل والطحن يا أبا جهل، فقد طحن الفرعون سيسيس 17,000 عبد في ليلة واحدة، فأصبح شوهة بين الفراعنة والعبيد. إذن فلندعو حلفاءنا من الفرس والتتار ونضربهم في عقر دارهم. إذن ستصبح الدنيا خرابا. وما الحل إذن يا أبا نهب؟ اعطيني أذنيك يا أبا جهل، اقترب. نعم. لقد فعلها قبلك حشار البعثي روت الأسد، فماذا كانت النتيجة؟ لقد دفنت علي يا أبا نهب. إن التاء المعجمة يا أبا جهل. ها أنت دفلت علي ثانية يا أبا نهب. ها أنت أصبحت تنطق حرف التاء بفصاحة وثقة. إذن ما نحن فاعلون يا أبا نهب؟ نحاور ونناور، ننحني للعجاجة ونقسم الدجاجة. أقترح يا مولاي أن نجمع العبيد في صعيد واحد. نعم. ونوهمهم بأنهم سيحكمون أنفسهم بأنفسهم. يحكمون؟
كيف يحكمون وأنا سيد مكة؟ لا تزرب يا مولاي، بالمهل يؤكل بداز. هذا الحاكم لن يكون إلا كركوزا منا وإلينا. نعم. يحاسب ولا نحاسب. أحسنت. جفافا نمسح فيه جميع عيوبنا وأخطائنا. يا لك من داهية ومكر. بهذه الخطة سوف نقولب العبيد. نعم. أعلنوا إعادة التعزيلة، أعلنوا إعادة الانتخابات. أريد أن أرى شعاب مكة مطلية بأوراق الانتخابات والأحزاب. تحالفوا تخالفوا، تخاصموا أو تصالحوا، لا يهم، المهم أن تستمر اللعبة ونقولب العبيد. يريدون أن يحكموا. عمقى مغفلين. الشيخ سنخلط المعارضة والموالاة. ستصبح شلاطة. شلاطة والمنادى. الخمر أيها العبد. الخمر أيها العبد الوضيع. اسألي خمرا أيها العبد. أنا الأول. يا لك من داهية. الدندومة، هذه الدندومة. لا يا عبد. فلتضرب الجواري الدفوف. أبا نهب. نعم. من تكون تلك الجارية العنقاء؟ إنها الحولاء بنت المصرفق الكلبي. هذا هبل، اتبعوا الأمقار والنوق واكسروا من اللحم والبرقوق، ليذهب الناس للصندوق. واعطوا الناس الفلوس بالآلاف، واعطوا لكل مصوت ربع آلاف. أصدق آلاف، أصدق آلاف، حتى يصوت الناس بالزاد. نحن بنات صارخ نمشي على النمارق ونطير مع اللقالق. إن امتلأت الصنادق، المسك في المناطق، الدر في المخانق، والحيحة في الفنادق. وإن تفشلوا نفارق ونضربكم بالبنادق ونخرج عليكم الصنادق. أرسل يلا. تعال يا هند. الموز أيها العبد الوضيع. أغرب عن وجهي أيها العبد السوء. ما وراك يا بنهب؟ جئت إذن. كيف مرت أجواء الانتخابات يا أبا نهب؟ كيف مرت أجواء الانتخابات يا أبا نهب؟ كيف مرت أجواء الانتخابات يا أبا نهب؟ لم يصوت أحد. كيف؟ لم أصوت إلا أنا وهند وستة من بني تميم ومسلمة الكذاب. الويل الويل، لقد عاقوا بنا إذن. لقد تورقنا يا أبا نهب. 500 رأس من الإبل والبقر و6000 من الماشية والماعز، وتأتي في الأخير وتقول لي لم يصوت أحد. ولكن الويل، ولكن ما لم أفهمه، لقد بذلنا كل الجهد، أعطينا المال، أعطينا النوق،
ولكن الصناديق خاوية صفر. رحم الله أمي عاتكة، كانت تقول لي دائما نهايتك سوداء يا أبا جهل. ضاعت هيبتنا وتجارتنا وأموالنا، ماذا سنفعل؟ إنها اقتراحتك التي هي على شاكلتك. أنا قلتها لك دائما، إنهم عبيدي وأنا أعرفهم. هؤلاء لن ينفع معهم إلا الصوت والجلد والاجتثاث. الويل. هون عليك هون عليك، لا تقلق. اهدأ. فنحن معنا القضاء والفصحاء والبلغاء والشعراء والجبهاء والسطحاء، نقول ونفعل ما نشاء. ما أفصح يا أبا نهب، ماذا تقصد؟ الجبهة والصنطيحة نعلنها 100%. لا 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 يا أبا نهب، أنا لا أتفق معك، إنه رقم كبير يا أبا نهب. 80%. لا لا لا، نعلنها 50%، النصف لهم والنصف لنا، رضيت بالنصف. جيد جيد، 50% نشكل الحكومة وتستمر اللعبة. ومن اعترض؟ أطعمك.